الله يخليك تعال بسرعة بس حلي هذا الموضوع. هذول المصايب جبت لي اياهم ما جاي افهم موضوعهم. يلا بسرعة يلا تعال في مالها في مالها يلا. هاي شنو شو بعدك ما مبدل؟ بس اخلص الفيديو واجي وياك الله يخليك. هي معود هسه بنتاخر على امي وتقول اخرت العشاء على امكم. بس قليلها الكسندر خاطف اثنين ومحتار بيهم. هذول شنو ليش اثنين؟ ما اعرف جماعتنا جابوهم وقالوا ما قدرنا نخطف واحد وحده لازم نخطفهم اثنين. يابا شو الموضوع خلوني براحة وهسه جاي احاول احل الموضوع ما قادر احله. تعال خلينا نشوفهم قوم نشوفهم يلا. ايه وصفة انا انخطف تالي عمري انا بس بس اسكت اسكت ولك انت تقل اسكت انا اللي كنت اقول الناس سكتوا. اقول لك شو انت ساكت هلا ما اعرف شنو اقول لكم وشنو صار وياي اليوم صار خطفت مرتين شنو مرتين انا المحل يمنا ما اروح لمرتين انت انخطفت مرتين نفس اليوم هذا خطفني وجو جماعتكم خطفونا اثنين يعني احنا هسه خاطفين رئيس عصابة خطف ايه انا تالي عمره انخطف أنا أي خوش لعد أنت تبقى وهو يروح رحم الله والدي إن شاء الله يخليك لا 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 شنو تريد قطعون رزقي لا حبيبي هذا شغلي لا تدخلون بشغلي نخابر على أهله ونطلب فدية ها طوني تليفون حلو طوني يعني تليفون. شنو تي تبيعه بفلوسه ألو إيه أنا اللي خطفت بينكم أريد فلوسي إيش جيت تردون فدية إحنا رايدين منك أربع شدات تنطوني سبع شدات لو أكتله يابا هذا ربح بيه راح يسكتوله هي معود خطيئة لما يجيبون سبع شدات حرام عليك شوف هي ساعتين ما تجيبون الفلوس أموته شنو ساعتين؟ شنو ساعتين يا معود تأخرت على أهلي ساعة واحدة وخلي طلقة براسه طلقة براسه جيب 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 ساعة واحدة خلي طلقة براسه ماخذين منك احنا اصلا المسدس انت بابا انت مخطوف مخطوف شلون تاخذ من عنده سبع شدات شنو حبيبي انت هسه تلزم بس عارنا شنو على اساس سبع شدات كل من وشغله ماكو كل من وشغله زين طيني انا احكي وياهم لا هاي امه بعدي تحكي هاي طلعت مره هلو خاله باعي خاله احنا دا نحكي صار لنا ساعه ويا هذا الخاطف بينكم اي والله الريده ينزل من السعر مدى يقبل لا احنا الخاطفين لا لا احنا مو الخاطفين ابنك احنا الخاطفين اللي خاطف اقول لك شلون افهم اني السالفه محيره هسه انت ما لقيت غير هذا تخطفه قلها صف الامور اقول لك عيني خاله هسه بس نصفي الامور بيناتنا وارجع اخابرك اوكي يلا باي هوك اقول لك شو القضيه شو السالفه انا راح اخابر هم اخابر على اهلك نطلب فديه لو على العصابه نطلب منهم فديه لا ما اقبل ها ما اقبل تتصل بالمخطوف قاعد لو برستيجه ما يسمح لعيني يا بعلي كيفك صدق كذب نزل شويه من السعر نزل شويه من السعر ترى اكو بالسوق ارخص من عندك ادرو اخي يخطفونك مره ثانيه بس يلا الو هلاو شلونكم احنا العصابه لا مو انتوا العصابه احنا العصابه احنا العصابه اللي خطفنا لا انتوا خطفتوا افتهمنا بس احنا خطف حتى انا التلوهات ما جاي اعرف شو اقول لكم الو على العموم شايفين رئيس عصابتكم من شلون صاير شكله هو هذا احنا خطفناه احنا خطف اي فتجيبون من عندنا سبع لا يا سبع هاي اسعارك هاي الله لا يعطيك ان شاء الله تجيبون اربع شدات اربع شدات تجيبون ما جبتوا انكتلوا ندب باب الوكر مالتكم اوكي شلون ها. نعم ليش شنو شنو؟ يقولون والله على وات كتلونه احنا اصلا شفناكم من خطفتوه ليش؟ لما طلع ياخذ نص الفلوس خطيه ما ينطي عصابته شيء باع شلون؟ باع خلنا نخابر عمي على اهله بركته والله يطول يا اهله يعني يا دي باع 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 شكله هو هذا مال واحد عنده اهل اقول لك حبيبي ترى تاخرنا دمشي دي نروح البيت اهلي وبالطريق نخابرهم يمه 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 استاذ نور احنا جينا ننقذك رحم الله والديكم منو خطفك؟ هذا 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 خذوه ايه حتى احنا ربطنا لكم القينا القبض عليه قبل لا تجون الحمد لله هسه تحررت وما راح تخطفوني والله على احنا محتاجين واحد بس ما نقدر يعني شرف المهنه لازم الخاطف السابق يسوي لنا تحويل بالمرور يلا نقدر نخطفك ما نقدر هو خاطفك مو احنا عيني حبيبي مو وقت خطف دمشي نروح تاخرنا على اهلي بعدين نخطفه يلا يلا غير يوم نخطف غير يوم غير يوم لحظه لحظه شباب والله انتم خوش ناس تعالوا اقول لكم انا كله راح نخطف يومكم ماشي عود مو اليوم مو اليوم غير يوم خاطفي شفتهم حياتي